السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لا مانع لما وهب ولا معطي لما سلب، هيأ قلوب أوليائه للإيمان وكتب، وسهل لهم في جانب طاعته كل نصب، فلم يجدوا في سبيل خدمته أدنى تعب. أحمده على ما منحنا من فضله ووهب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هزم الأحزاب وغلب، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي اصطفاه الله وانتخب، صلى الله عليه وعلى صحبه أبي بكر الفائق في الفضائل والرتب، وعلى عمر الذي فر الشيطان منه وهرب، وعلى عثمان أمر الله، فلا نجاة لنا إلا بتقواه، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن الله سبحانه وتعالى قد اصطفى لهذه الأمة خير الرسل، واختار لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم خير أمته وخير أمثالهم، غفر ذنوبهم ورفع مكانهم ورضي عنهم ورزقهم الإيمان والإخلاص وصدق نصرة النبي صلى الله عليه وسلم. سماهم الله السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. في بستان من بساتين المدينة جلس النبي صلى الله عليه وسلم وأبا موسى الأشعري رضي الله عنه، فطرق الباب فقام أبو موسى الأشعري لفتحه، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: إن بالطارق رجل مبشر بالجنة من أهل الجنة. فأسرع موسى الأشعري إلى الباب ليرى من بالخارج، فلما فتح فإذا بأبي بكر الصديق رضي الله عنه، فأخبره أن الرسول صلى الله عليه وسلم بشره بالجنة، ففرح أبو بكر الصديق وحمد الله وأثنى عليه. بعد دقائق طرق الباب فأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم مبشرا أن من بالباب من أهل الجنة، فأسرع أبا موسى الأشعري رضي الله عنه إلى الباب وفتح الباب فإذا به عمر، فبشره بالجنة وأخبر أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أنه من أهل الجنة، فحمد الله وأثنى عليه. بعد دقائق طرق الباب فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من بالخارج من أهل الجنة على فتنة يصيبها في الدنيا. فاستغرب أبا موسى الأشعري وخرج مسرعا يريد أن يرى من هو من الصحابة الذي بشر بالجنة على فتنة تصيبه، فإذا بعثمان ابن عفان، فأخبره أبا موسى الأشعري أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبره، فحمد الله سبحانه وتعالى أنه من أهل الجنة، وقال: أستعين بالله وعليه التكلان. لقاؤنا أيها الأحبة اليوم مع عثمان بن عفان، ثالث الخلفاء الراشدين، أمير المؤمنين، ذاك الحيي الصابر، ذلك الرجل الذي ألف الناس وألفوه، وكانت حياته قدوة في حياته وبعد موته، فقد ساعد كثيرا في رفعة الإسلام والدين. ولد عثمان بن عفان سنة بعد الفيل بعامين، فهو أصغر من النبي صلى الله عليه وسلم، وقد مات أبوه في الجاهلية قبل الإسلام فلم يكن من المسلمين، وتزوجت أمه بعد موت أبيه عقبة بن معيط الأموي القرشي، فأنجبت منه 3 أبناء وبنت، وكانت له أخت شقيقة واحدة، وأسلمت أمه بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وله قرابة من النسب مع النبي صلى الله عليه وسلم في جده الثالث، فهو حفيد عمة النبي صلى الله عليه وسلم البيضاء بنت عبد المطلب. عثمان بن عفان أحد 10 المبشرين بالجنة،
وكان رابع أربعة من أوائل من دخلوا في الإسلام، فقد أسلم على يد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وقد في بيعة الرضوان النبي صلى الله عليه وسلم اختاره واصطفاه أن يكون رسوله لأهل مكة. فلما غاب عنهم وأمر الله النبي صلى الله عليه وسلم أن يبايع الصحابة بيعة الرضوان، وأن الله سيرضى عن كل من بايع النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يمد النبي صلى الله عليه وسلم يده ويمد الصحابة أيديهم في يد النبي صلى الله عليه وسلم، حتى من انتهوا جميعا إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يمد يده ويمد يده الأخرى ويقول: هذه عن عثمان، لينال عثمان الرضا والرضوان من الله سبحانه وتعالى. إنه أمير البررة وقتيل الفجرة وصاحب الهجرتين، فقد هاجر للحبشة وهاجر إلى المدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم. إنه أمير المؤمنين وثالث الخلفاء الراشدين، الذي اتفقت الأمة بعد أبي بكر وعمر أن يقودهم، وخصه النبي صلى الله عليه وسلم بخاصة، وهي أنه زوجه بنتاً ثم ماتت فزوجه بنته الأخرى، فلما ماتت قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو عندي الثالثة لزوجتك يا عثمان، فسمي ذي النورين. نحن لن نرفع ابن عفان في مقامه بذكرنا لفضائله، بل نحن من نرتفع بأن نتعلم من بعض مآثره. فقد سطر التاريخ أن عثمان بن عفان حكم المسلمين 12 عاما بالعدل والميزان، وقد كثرت في عهده الفتوحات واتسعت في وقته رقعة الإسلام، بل وأن الله مكن له، حيث أنه كان سهل المعاشرة، تألفه القلوب وترتاح له النفوس، فقد جمع الله له من الخصال الكريمة كالحلم والكرم والحياء والعفة، حيث أنه ما زنى قط لا في جاهلية ولا في إسلام، وأحبه جيرانه ورفقاؤه، وقد تولى الخلافة وهو 70 عاما، وبقي على بساطه وحيائه ودماثة خلقه، فلم يطقه مالا رغم تجارته، ولم تغيره رئاسة، بل كان يسمع كلام من يؤذوه. ففي عهد أبي بكر وعمر لم تظهر طائفة تؤذي الصحابة أو قوما يؤذوا الرسول أو كتاب الله وسنته، لكن في عهد عثمان بدأت فتنة هذه الأمة، فكانوا يؤذونه في قراراته ويطعنون في إمارته، وكان يصبر ويحتلم، حتى أنه يقول ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يقول: لقد عابوا على عثمان أشياء لو فعلها أبي عمر ما عابوها عليه. وكان مطيعا للنبي صلى الله عليه وسلم، مقتفي لأثره، وافيا له ولصحبته من أبي بكر وعمر، وبايعه ولم يعصه أبدا. روي للأمة حديثا: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. عثمان بن عفان هو من نقل لنا هذه الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، فعمل بها واجتهد، ولذلك نجد في خلافته أنه بعد أن جمع أبو بكر الصديق المصحف القرآن في مصحف واحد، إلا أن عثمان بن عفان هو الذي نسخ المصحف، وهو الذي وزعه على أقطار العالم الإسلامي، ونحن الذي نراه بين أيدينا من المصاحف كلها من خطه رضي الله عنه وأرضاه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ثم أما بعد، أوصيكم أيها المسلمون ونفسي بتقوى الله عز وجل، ومن وصية الرسول صلى الله عليه وسلم لنا
أن تركت فيكم ما إن تمسكتم به بعدي فلن تضلوا أبدا. كتاب الله القرآن الكريم وسنته صلى الله عليه وسلم، ونفهم نحن القرآن ونفهم كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ونفهم فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما فهمه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحب، وسيرتهم ظاهرة أمامنا. فعثمان بن عفان كما نقل أن خيركم من تعلم القرآن وعلمه لم يكن فقط واعظا، ولم يخرج هذا الأمر النبوي وهذا الفضل من الرسول صلى الله عليه وسلم لأهل القرآن فقط باللسان، فقد كان عثمان يسعى خلف النبي صلى الله عليه وسلم ليسمعه القرآن. كل آية تنزل في كتاب الله يسمعها عثمان من فم النبي صلى الله عليه وسلم ويحفظها في صدره، ويقوم الليل ويصلي بها ويتلوها ويعلمها، حتى أن بلغ خليفة كتب هذا المصحف على 7 مصاحف ونشره بين أقطار المسلمين. عثمان بن عفان يعرف بكرمه في الجاهلية والإسلام، وقد ساعد النبي صلى الله عليه وسلم في تجهيز الجيوش، فقد قدم المدينة النبي صلى الله عليه وسلم وليس فيها ماء يشرب، وكانت فيها بئر لرومة ولم تكن خاصة بالأوس والخزرج ومن أسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم: من يشتري بئر رومة؟ من يشتريها وله بمثلها بئر في الجنة. فيتسابق عثمان بن عفان رغم أنه تاجر، والتاجر إن دفع جزءا من ماله يريد ربحا كثيرا، لكنه يعلم إن دفع هذا المال لن يبقى له ولن يجد منه فائدة دنيوية، لكنه يصدق النبي صلى الله عليه وسلم. كيف لا وقد ترك ماله وتجارته في مكة وقدم المدينة بلا شيء؟ فاشترى بئر رومة، وقد ضاق مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يشتري بقعة لنا فنوسع بها مسجدنا. فاشتراه رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم، وها هو مسجد رسول الله في المدينة صدقة جارية إلى يومنا هذا. من صلى فيه صلاة كتب أجره لمن صلى ولعثمان الذي وسع المسجد، ومن بلغه الله زيارة المدينة وسأل وبحث عن أوقاف عثمان، وكما قيل أن عثمان بن عفان لديه صك في البنوك إلى الآن، فوقفه وحساباته البنكية موجودة إلى الآن، إلا أنه أوقفها لجميع الناس، كل من كان محتاجا، كل من لم يجد طعاما ليأكل كان من طريقته ألا يجوع مسلما وألا يحوج مسلما. النبي صلى الله عليه وسلم في مجاهدته يعلم أن هناك قوم من أهل الفرس في تبوك، وفيها بعد مسافة وحر شديد وفتنة على المسلمين، ويحتاج المسلمون إلى زاد وطعام وخيول حتى يهاجروا ويحاربوا بها. فينادي النبي صلى الله عليه وسلم: من يساعدنا في تجهيز جيش العسرة؟ فيقوم عثمان بن عفان فيقول: يا رسول الله، أتبرع ب100 فرس على ما فيها من أسهم وسيوف ودروع. فيجد النبي صلى الله عليه وسلم أنه محتاج شيء آخر، فيقف وينادي في الناس عليه الصلاة والسلام: من يساهم أيضا؟ فيأتي عثمان مرة أخرى ويقول: أدفع أيضا 100 فرس. والناس في حاجة وفي قلة، فينادي النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى فيقول عثمان: أيضا أدفع 100 فرس.
فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول له: يا عثمان، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. وهذا الذي كان الصحابة يتسابقون عليه، أنهم يريدون أن يدخلوا أبواب الجنة، يريدون مفاتيح الجنة، يريدون الطريق الذي يوصلهم إلى الجنة، لأنهم يعلموا أن الإنسان البشري الشيطان يحاربه ويريد أن يصده عن الجنة. الدنيا متاع غرور تدخل في قلب الإنسان لتصرفه عن الدنيا، عن الجنة. أيضا النفس الأمارة بالسوء، أيضا وسواس الشيطان والقرين، أعداؤك كلهم لا يريدونك أن تدخل الجنة، يمتعونك ويزخرفون لك الدنيا، بل ويمنونك أن الدنيا هي دار خلد لك. فنتعلم من سيرة عثمان بن عفان أن هناك أناس مثلنا، بشر مثلنا، إلا أنهم صدقوا الرسول صلى الله عليه وسلم وفطنوا لكلامه وتأكدوا وآمنوا واستيقنوا من وعده. لما يقول لهم: أني أسري بي إلى المسجد الأقصى ثم عرج بي إلى السماء، وقد رأيت إخواني من الأنبياء، ورأيت الملائكة والجنة والنار، ورأيت ما فيهما، يصدقونه. فإذا ما أمرهم بطاعة وجدوا أنهم يتسابقون لفعل هذه الطاعة، وإذا ما حثهم أو نهاهم عن فعل معصية يجتنبونها ولا يقتربون منها. تميز عثمان بن عفان بغض البصر، فلم يكن ينظر إلى نساء المسلمين، ولم يكن يطيل نظره عليه رضوان الله حياء منه، لأنه يعلم أن العين خداعة، بل أنه كان من حيائه أنه لا يرى عورته، من شدة حيائه لا يرى عورته. والرسول صلى الله عليه وسلم عندما كان جالس والصحابة بجواره، فلما سمع أن عثمان قادم غطى عليه الصلاة والسلام فخذه، فقال الصحابة: يا رسول الله، كنا بجوارك فلم تغطي فخذك، فلما قدم عثمان غطيت فخذك، فلماذا؟ نتعلم. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا أستحي ممن تستحي منه الملائكة؟ فهذه صفة يعلمنا إياها الرسول صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا، ويطبقها لنا عثمان بن عفان رضي الله عنهم وأرضاهم. كانت خلافة عثمان بن عفان 12 سنة، 6 سنوات عمت الأمة في رخاء، وكانوا في أمن وأمان. أما في الشطر الثاني بدأت الفتنة التي أخبر عنها الرسول صلى الله عليه وسلم، أن أمة محمد تبدأ فتنتها بمقتل عثمان وتنتهي بفتنة المسيح الدجال، ونحن في وسطها أو في آخرها. فأتى قوم سموا بعد ذلك الخوارج، واتفقوا أن عثمان لا ينفع أن يكون خليفة للمسلمين، وبدأوا يطعنون فيه وفي قراراته وفي أمره وفي ولايته لبعض المناطق، حتى أنهم تجرؤوا وقدموا المدينة بأسلحتهم، وأحاطوا ببيته رضي الله عنه وأرضاه. فاستأذن الصحابة رضوان الله عليهم أن يدافعوا عن بيته وأن يدفعوا هؤلاء القوم، وكانوا سيدفعونهم بالسيوف. فما كان من عثمان أنه لم يسمح بالقتال في مدينة رسول الله، وقال: لا أحب أن ألقى الله وقد أريق دم في مدينة رسول الله بسببي، فاتركوهم. فما كان منهم إلا أن تجرؤوا وصعدوا على بيته في ليلة ظلماء، بعد أن روى رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يعده أنك ستأتينا من يوم غد، فأصبح رضي الله عنه وبيته محاصر صائما، وكأنه مصدق للنبي صلى الله عليه وسلم. وجاء أشقى المعارضين وتسور الدار،
فلا وقر سنه أو عمره وهو قرابة 80 عاما حتى أخذوه بالسيف فقتلوه، وكان بيده المصحف فركلوه. فقال ابن كثير: إن أول قطرة من دمه سقطت على قول الله تعالى في المصحف: فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. وقد دعا عليهم الصحابة جمعا، ومنهم سعد بن أبي وقاص، ودعا على هؤلاء الخوارج، فأراد الله جميعهم أن يقتلوا. والله سبحانه وتعالى جعل من مقتل عثمان أول فتنة، فقد مات عثمان شهيدا، فانفتحت على الأمة بعد موته فتنا إلى يومنا هذا، فتنا مع علي بن أبي طالب، فتنا مع عبد الله بن الزبير، فتنا في قوم أمية، فتنا في قوم بني العباس، فتنا في صلاح الدين والأيوبيين، إلى كما أمرنا الله سبحانه وتعالى أننا خير أمة أخرجت للناس، وأن الشر لا يحب الخير، وأنه سيعود زمان على أمة محمد الحق فيها منكر والمنكر فيها حق، الذي يقول بالباطل لا يستحي، بل أنه يقف أمامك ويجاهرك بالباطل، وأنت صاحب حق تستحي من قول الحق. فهذه سنة الله، لك أن تدافع عن نفسك، ولك أن تسكت كما سكت عثمان، وترتضي الرضا والكرم من الله سبحانه وتعالى. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، ودمر أعداءك أعداء الدين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم انصر المسلمين في كل مكان، اللهم انصر المسلمين في كل مكان، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم آمنا في أوطاننا، واصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم اجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا اللهم من عبادك المتقين، اللهم ارفع علم الجهاد، وانصر المجاهدين، اللهم انصر إخواننا في كل مكان، اللهم سدد رميهم، اللهم سدد رميهم، اللهم وردهم سالمين غانمين، اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وردنا ولا تنقصنا، اللهم لا تؤاخذنا بما نسينا أو أخطأنا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقوموا إلى صلاتكم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى، وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى، كلا إنها تذكرة، فمن شاء ذكره، في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة، بأيدي سفرة كرام بررة، قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره،
كلا لما يقض ما أمره. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم.